معلم يا معلم. والله يا معلم ما شاء الله ما شاء الله. غلط يا ابو ريان، كان مفروض على ورا. حلو، التالي شكله تك جنبه. كل جوادك ابو انا اجلد. يا دقيقة، باخذ سيارة فهد الجيزاني واعطيك واحدة، ايش رايك؟ ممكن؟ روح روح خذ راحتك. اسمح لي. ما شاء الله. اهلا وسهلا بكم متابعينا الاعزاء في زيارة لروكن ساني، محل تفصيل ثياب الرجالية. خلينا ندخل ونشوف ايش عنده بضاعة وايش عنده عروض. موقع المحل في شارع حايل، اللوكيشن حيكون تحت في وصف المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يا هلا يا مرحبا، كيف حالك ابو نايف؟ كيف حالك يا شيخ سيف؟ طيبين ان شاء الله؟ الله يعطيكم العافيه. اول شيء مبارك عليك المحل، اسال الله ان يرزقكم الرزق الحلال. ايش عندك اشياء كذا نقدر نقدمها لمتابعين القناه؟ ما شاء الله تبارك الله. طبعا اي ثوب، اي عميل يجي يفسخ ثوب حيكون التطريز مجاني على حسابنا. جميل. طبعا هذا الكتالوج حق التطريزات، يختار التطريز اللي يحتاج اللي يناسبه العميل اللي يبغاه واحنا نظبطه. انا طبعا ارشح هذا بما انني انا عميل للشيء. انت تحب السالفه؟ نعم. كيف العميل هذا اللي يختاره هو. جميل. انواع الاقمشه اللي عندك؟ في عندنا الياباني، في عندنا الكوري، في عندنا الهندي، في عندنا الجنوسي، على حسب. في بعضهم تجيب له ياباني يقول لا ابغى سلك كوري. جميل، يعني متوفر قطن، قطن ومخلوط ومخلوط وسلك. وسلك اي، وفي صوف كل حاجة موجودة عندهم. ملون وابيض. ملون وابيض. شوف الملونات هنا. هذه هنا بما ان عاد خشين على الشتاء. على الشتاء نعم. هذه الملونة، وطبعا في عينات ثانية. نعم نعم، في شوف هنا موجودة ابو يحيى. في عينات. وفي اشياء ثانية لسه ما جينا نبغى لها ترتيب بس نرتبها كذا. الله يعطيكم العافية ويكون في عونكم. وهذا كتالوج لبعض الثياب. هذه ملونة صوفية ولا عادية؟ لا هذا ثقيل. هذه الثقيلة. هذه الثقيلة، ايوه هذه الثقيلة. جميل جدا. بعد يحبون الكشتات، يحبون البر. اي نعم صدق. طبعا انواع الياقات موجودة، انواع الكبكات موجودة، انواع الازرار، بس ممكن تطلع لي اياها؟ انواع الازرار، الزينة، الزخارف، كل حاجة تحبها موجودة. طبعا هذه اسعارها خاصة لكل نوع او زر تختاره. جميل جدا. اذا نعيد العرض، تفصيل ثوبين وتطريز عليكم. اي قول لي كمان السيف ايش فيه؟ بس هذا في ياغا. ايوه. وهنا هذا المانيو. جميل. ايوه مرة ما في قرار. ما يطلع من هنا. اي هذا هو، هذا اهم شيء صراحة. انا كنت اعاني من بعض الثياب انها تنفخ. انا وانا برضه كنت اعاني من هذا. لكن الان صار المكبس من الجودة، يعني مكبس الماني على ما يرام. جميل. يجوكم من قناه القوه للدفع الرباعي؟ ما يجون، وعلى الله يحييهم. عاد انت ما شاء الله تبارك الله، وانا سمعتك واصله في كل مكان. الله يعطيك العافيه، واسال الله ان يرزقك الرزق الحلال وييسر امركم جميعا ان شاء الله. شكرا، شكرا لكم، شكرا لخدماتكم يا ابو نايف، يعطيك العافيه. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله متابعينا الاعزاء في طعس الدخول. تفضل، مين اللي حيفتتح؟ يلا، مين حيفتتح؟ مين حسوينا شرف الافتتاحية؟ تركيا تقدم. رباضة يا حبيبي، رباضة والله، رباضة والله يا أخي. يا أخوان لازم ما أسمعك. كيف النزلة يا أبو يحيى؟ النزلة قوية يا أخوان، النزلة قوية. يتقدم تركي. تركي. خلاص تركي. تب
دبل كلتش، دبل كلتش يمين يسار. حاسس انه فيها ختله والله، حاسس انه فيها ختله. عارف عارف انك ما كنت شابك الدبل، وانا كنت باك تكمل بالدفع الخلفي تديها ثاني وتنتيش كلتش على طول يفز معاك الكفر اللي كان على اليسار. ابو ريان يتقدم. واو 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 ما شاء الله عليك يا ابو ريان. يبغالي ابعد عشان الصورة تضبط. قدم معتز. الله يبارك لك يا وحش. بس انا ما ابغاكم كذا، ابغاكم تنزلوا هناك. تركي انزل يمين، يمين الطلعة هذه، يمين يا قلبي. هناك. تخدم الباجيرو. ايوه. ابو حميد. روح روح تقدر. والله اني عارفك يا معتز ما شاء الله عليك. تعال يا تركي تعال. معتز والله عدمتنا. قدم في هنا. ايوه يا معلم ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. ابو ريان تعال يرو بدون دبل ادعس. هي الله الله يا غامدي الله يا غامدي. والله انك معلم الباجيرو يا ولد ما شاء الله عليك. تفضل استاذي. تقدم الشيخ. ليتك نقلته تاني لكن ما عندك مشكلة. ما شاء الله يا ابو ريان. والله انك معلم يا ابو ريان. حلوة مرة. خلبوص كتير ها. الهواء مره جامد يا اخوان فسامحوني في صوت الهواء مع انه في ماي. ابو جي جي لا يوج عليك درك الذيب. قدم فهد. نشكر الأستاذ فهد. يا الله يا فهد مرة ما ينفع ترى غير بحرة هذه. قدم انقل يا معلم يا معلم ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا تركي. ابو ريان يتقدم. ابو ريان اكوي. لا هنا لا هنا لا بادب بس ما حد شاف بسرعه. ايوه سوي زي اول ترى اول جات كذا. يلا معليش الربع التيوتا الربع التيوتا. فهد بشويش فهد فهد فهد. يا الله الله يستر عليه الله يستر عليه. على هونك على هونك. رحم الله والديك يا شيخ. الكفرات اللي معاه ما تمزح يا اخوان. والله الكفرات اللي معاه ما تمزح تغرف غرف ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام عليك يا بريان يا سلام.
سلام عليك. كفو كفو ألف كفو والله والله إنك معلم. الفتكات بشعر. أيوه يا سلام يا أخي والله يا علق وأصفق والله يا علق وأصفق. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. كفو يا ريا يا تركي. الله يستر الله يستر. بشويش يا بشويش. يعني انت في نزله جامده ليش تدعس؟ انا نفسي افهم. يا غريب ماشي. تفضل يا غامدي. قدم الغامدي اعتقد انه طالع دفع خلفي. اي والله يا معلم يا غامدي والله يا معلم يا بطل ما شاء الله عليك. ما زال مستمر. كفو. تفضل استاذ ابو ريان. يتقدم ابو ريان. ما شاء الله والله وحش. مشكلة ما في احد راضي يعلق. والشباب هناك الان ببرد سياراتهم. لسه الساعة الان تقريبا 4:30 فالجو يعتبر حار شوي. فهد قال الا عيد. بشويش الله يحميك. ما شاء الله يا فهد ما شاء الله. يتقدم ابو ريان. اكسر واحدة جديدة. شوف لنا واحدة جديدة ابو ريان. يا قلبي على النقلة يا قلبي على النقلة. ما شاء الله. شو 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 على طول على طول هناك. غلط يا ابو ريان كان مفروض على ورا. حلو التالي شكله تكه جنبه. ابو ريان ابو ريان تسمعني؟ ابو ريان كان المفروض على ورا في البدايه. المفروض على ورا. يلا خير. الباجيرو جنبك علق؟ والله طلع الباجيرو. التمساح. لا 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 يا طليس لا يا طليس. شباب شباب استنوا. ابو ريان ابو ريان علق. كل جوادي كبو. انا هذا اللي بارع فيه هذا اللي بارع فيه. بعدين ما تعلق وبعد تبكي. ما شاء الله ما شاء الله. انت متخرس بريان. ارجع بريان شوية. الانتقام الانتقام. اجلد. سلام عليك التمي. مليون ما تقدم ابو جميلة. قال لازم اشارك يا معلم. يا الباجيرو يا معلم. يا غامدي يا معلم. ويتقلم يتقلم يتقدم راكان دراما. راكان دراما. اقسم بالله ابو جميلة يتقدم. والله ماكينته دس.
يعني ايش قصدك؟ ما ادري كيف. ايش ماكينته هو؟ 430 جبل الليس. ما زال راكان دراما، راكان دراما، شوف راكان دراما. ايوه بعدين يجي يهدينا، شوف شايف؟ يا معلم لا حزام ولا شيء. ويتقدم الباجيرو. تعال علي يا خم، لف علي شوي. احسن. ونشوف مين، نشوف مين معانا. ابو جميله يتقدم. ابو جميله، ابو جميله. ما في واحد يبرد الروح، ما في واحد يبرد ال... والله تعال تعال. هاي هاي ولد دراماوي. ايوه ايوه ايوه. وبعدين يجي يهدي. تعال علي علي تعال يا اخي. يا اخي هذا من دار، اقسم بالله العظيم مكمل حاله هناك. تعال هنا. اطلع. ايوه كذا كذا كويس. طبعا انا قاعد اتكلم، ما اتوقع انه هو يعني فاهم ايش قاعد اقول لانه مقفل. دقيقه باخذ سياره فهد الجيزاني واعطيك واحده. ايش رايك؟ ممكن روح روح خذ راحتك. اسمح لي والله بندك واحده، مو مشكله انت سامر امر. طب اتاكد ان اللمبه حقتك هذا شغال الحين. اللمبه هذه والله انك المدير استاذن وقال، مو استاذن طبعا، هو قال بجرب دفنه بسياره فهد الجيزاني ابو فيصل. ليه ليه كذا ليه؟ ما شاء الله تبارك الله. مقدم المدير ما شاء الله.
الباجيرو بيسحب الان بريان. انا يا اخوان ترى ما سويت حاجه، انا كنت مؤدب. روح روح ايوه على على رايك يا سلام، تمام عليك، الله يعطيك العافيه يا غامدي. كفو كفو يا وحش، والله كفو والله كفو والله كفو يا وحش، يا راعي الباجيرو يا وحش، اعطي الباجيرو معلم وشوف ابداعه ما شاء الله عليه.